التحرش، النظر للمرأة على إنها أداة جنسية، النظر للمرأة أنا ما أعرفش الكارثة دي ممكن تتصلح على مدار كام سنة، بس حصل كارثة كبيرة جدا في عقول بعض البنات وبعض الرجال والشباب، إن المرأة هدفها في الحياة هدف جنسي أو إنها مجرد شهوة، وفي آليات كتير وحاجات كتير للأسف ساعدت، وسوشيال ميديا وحاجات كتير بدون رقابة ساعدت إن الولاد يستهونوا والشباب يستهونوا بأي بنت بيشوفوها في الشارع، بأي بنت وما يعرفش يتحكم في نفسه أو يحصل انحرافات في طريقة تفكيره، ففي لحظة معينة تحت تأثير حاجة معينة يبقى أي ست أو أي بنت تارجت. دي كارثة يعني بشكل عام، دي كارثة. فأنا لو في عمل يخص المرأة الفترة اللي جاية بدعمه 100%، مش عمل 20 عمل، احنا عايزين 70 عمل، احنا عايزين 10 سنين جاية قدام نتكلم كتير، مش كلام بس وخلاص ان التحرش ظاهر، لأ نتعب نفسنا ونسيرش اكتر ونقعد مع حالات اكتر وندخل لقلب وصلب الموضوع ونبقى جرأة واحنا بنتناقش معاه. يعني ممكن تبقى افكار دينية مغلوطة، ممكن تبقى ثقافات غربية مش مظبوطة، ممكن تبقى سوشيال ميديا ومخدرات، ممكن تبقى حاجات كتير، ممكن تبقى طريقة تربية يعني مش عايز أقول لفظ لا يليق، يعني طريقة تربية مش كويسة مش مظبوطة مش فير، خلت الولد أو الشاب يطلع عنده المشاكل دي. ممكن يبقى شلة الصحاب اللي بيقنعوني دي رجولة، إن هو يجرب يعني يضايق بنات. كل الحاجات دي محتاجة تتناقش على مستويات كتير.